السلام عليكم، تحياتي لمتتبعي قناتي من داخل وخارج الوطن. طبق اليوم هو عبارة عن رفيس، وهذه أكلة شعبية قديمة تقليدية، ناس زمان كانوا يديروها في الاحتفالات والمناسبات، وللآن الناس تديرها في الأعراس وفي المناسبات. وهذا الرفيس متكون من 3 مواد أساسية، هي تمر، ويفضل أن يكون تمر حميرة، سميد، سمن بلدي أو سمن طبيعي أو الدهان الطبيعي. والمنطقة المتخصصة في صناعة أو تحضير هذا الرفيس هي من جهة الجنوب الغربي من الجزائر. وبما أن التمر هذا الموسم تاعه، نغتنم الفرصة ونحضر هذه الأطباق التقليدية الشعبية القديمة والعريقة. إليكم طريقة التحضير والمكونات: عندي سميد، تمر حميرة، سمن طبيعي أو دهان طبيعي، قليل من خميرة الحلويات، رشة الملح. في قصعة نضع سميد متوسط، نزيد عليهم خميرة الحلويات نص مغرف، رشة الملح. الخميرة الحلويات أنا زدتها باش ترطب لينا السميد ما يقعدش حرش، والحبات تزيد في الحجم تاعها. نخلطوا هاد المواد ناشفه، نزيدوا قليل من الزيت النباتي، نبدو نبسو هاد السميد بالزيت، ما نكثرش الزيت على خاطرش من بعد نديرو الدهان، ونرشو تدريجيا بالماء، ونحكو على الأصابع تاع يدينا ولا الكفوف. ما نكثرش الماء، نبدو نزيدو بكمية قليلة. ندخلو مليح الماء والزيت في السميد، نخلوه يرتاح هاد الخليط. بعد ما ارتاح هاد الخليط نفتوه بيدينا. ها هو الحبة نتاع السميد زادت في الحجم تاعها او في الفوليوم، بديت نرش تدريجيا بالماء بلا ما نعجن. نبدو نلموه حتى نتحصلوا على عجينة، نحضروا هاد الصني نوضعوه في الصني، من بعد نقطعوه إلى مربعات، وعندكم الاختيار طيبوه في الطاجين ولا في الفرن. أنا فضلت نطيبه في الفرن على درجة الحرارة المتوسطة. قسمته الى مربعات باش نقلبوه بسهوله. من بعد نفتوه ونزيدو نطحنو في هذه المطحنه. هذوك الروس الغلاض نفوروهم باش يرطبوا لنا، نزيد عليهم هذا اللي غربناه، نخلو هذا الخليط جانبا، والآن نمر إلى التمر. بعد ما نقيت التمر والأطريبة غسلته، الآن ننزعو له العلفة زدت كاس ماء على هاد التمر وديتها فوق النار،
على نار قليله، نخلطوه حتى يبدا يرطب. كلي فوره مع هذاك الخليط اللي درتاه قبيله، وكلي طيبه بهذه الطريقه. بهذه الطريقه نحضره بسرعه. بديت نضيف هذاك التمر على الخليط هذاك تاع السميد اللي دكدكته، زائد هذاك اللي غربلته. نزيدو عليه الدهن الحر او السمن الطبيعي او السمن البلدي، ونعجنه مليح. من الاحسن يكون ساخن او دافي. ندخلوا هاد المكونات مع بعض اللي هي التمر والدهان، نحضروا هاد الصحن تاع التقديم، نقدموه بهذه الطريقه. في قلب الرفيس حطيت هاد الصحن الصغير، كبيت فيه الرب ولا دبس التمر، زدت عليه السمن ولا الدهن الحر، هاد الخليط اللي هو الرب والدهان. كاين الناس اللي يبغوا يزيدوا يسقوا هاد الرفيس بهذه الطريقه، ها هو في الاخير الرفيس اللي تحصلنا عليه، او طبق الرفيس التقليدي على الطريقه الشعبيه والقديمه. الى اللقاء، دمتم في رعايه الله وحفظه، ولها وصفه تقليديه ان شاء الله.